ازيكم؟ فيديو النهاردة 3 في 1. اول الفيديو هنشوف فيه طريقة المارينج بالمارينج باودر، وبعدين هنشوف طريقة المارينج ببياض البيض، وفي الاخر هوريكم ازاي نعمل مارينج كيسز. يلا نشوف التفاصيل. ولعمل المارينج بالمارينج باودر هنحتاج 1.25 كوباية من المية الباردة، 260 جرام من بودرة المارينج، 575 جرام من سكر البودرة المنخول، 2 كبار معلقة من روح اللوز. هنحتاج نضرب المزيج لحوالي 10 دقايق، والعلامة ان المارينج عندنا بقى جاهز سواء مارينج باودر او مارينج معمول ببياض البيض هي اننا لما نحطه على الاسباتيولا ونقلبها الناحية التانية ما يقعش من عليها. الطريقة التانية هنحتاج 58 جرام من سكر البودرة، 2 بياض بيض حوالي 60 جرام، 58 جرام من السكر العادي، 1.5 كبار معلقة من روح اللوز. لتشكيل المارينج كيسز استخدمت القمع ده ولون اورنج جل، والطريقة دي في وضع اللون هتخلي المارينج مزيج ما بين الابيض والاورنج، يعني كأنه ماربل. وبكده نبقى خلصنا فيديو النهاردة. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة.